اهلا وسهلا بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ شحال ما صورت فيديو، ما عرفتش الفيديوهات واش غيجيو مقاربين، ولكن السيمانه ما صورت شي حاجه. قولي صافي، فين غاده؟ صافي، وصل الوقت البنات، غاده في حالي المغرب دابا. هادو كيف ما قلت لكم راه تاخذهم جارتي، ما بقى والو في الدار، وليداتي الجوج غاديين معايا. كلشي موف، حتى البزطان موف. دابا غنخلي الساروت لجارتي ماما. الو ماما، انا في الدار شويه عاد غنخرج. شويه غنخرج الساروت غنخليه لجارتي باش تجي غدا نيدا ان شاء الله تسلموا المول الدار، تجي هي وياه وسلموا ليه، حيت خاص داكشي يكون رسمي. احاسيس تخلطت عليا، المشاعر تخلطت عليا عاوتاني، وليت هاد مؤخرا وليت حساسه بزاف دغيا، غتقيصوني نبكي، ما بقيتش عارفه ما نقول بصراحه، والله ما بقيت عارفه ما نقول. الله يوصلني على خير. كندور في الدار هكا وكنشوف، كنقول شوف صار الذكريات الذكريات. الحمد لله على كل حال. ما غنقولش هذا اخر نهار لي هنايا في تركيا، اخر نهار لي في هذا الدار. ان شاء الله كل ساعة زعما كل شهرين 3 شهور قدر المستطاع نجي نشوف وليداتي. الحمد لله كل شيء كي يقول لي يجي عندي سارة هازل خواتاتها صحابات زعما كل شيء الله يجازيهم بخير. كيقول لي ملي تجي جي عندنا، يعني لاش تبقاي في لوطيل ولا تكري دار. كنقول لهم نجي ان شاء الله ونشوف على حسب الوضع، نقدر نكري دار نقدر نجي عندكم، مهم زعما دار مؤقتة ماشي لوطيل. دابا شحال عندنا في الساعه؟ 4:30، 5:30 ان شاء الله خصني نخرج من هنا، لانه المطار شويه بعيد عليا، 9 ديال الليل خصني نكون في المطار. المهم انتم معايا، بدينا الفيديو في تركيا كما العاده، كنكملوه في المغرب. البدايه كتكون في قاره، النهايه كتكون في قاره. صافي بنات، لبس تيشيرت هكا درتها شي حاجه اللي براتيك ديال السفر، ما تمحلني ما والو. صافي الساكادويا الماء ديالي، ونقولوا بسم الله وتبدا المغامره، مغامره المغرب. غتشوفوني ضاحكه وهضر، اي قيسني شي واحد نبكي ما سهلاش. يلا بنات دابا نبكي. جيت البنات دابا شحال عندنا دابا، راه 9، جيت وبقيت نتسنى دابا، ودايره الطياره الغوطار حتى دابا نورمالمون مع 12 الليل، دايره حتى 1:09 غتطلع الطياره ان شاء الله. باقا ما دفعت لا باجاج لا والو، نخلي داك الزحام يمشي تخفف الدنيا عاد باش ندير. ايوا هادشي اللي كاين. يلا دابا هضرت مع ولادي، يلا قطعت معاهم غدا، دابا جلست غناكل شي حاجه، ناكل جيني الجوع هو عاد باش نمشي بشويه بشويه. يلا وصلت لبلادي الحمد لله.
كنتسنى دابا في ماما وصاحبتي خديجه تشرب قهوه في المود ديال النعاس. 5 الصباح هادي. اهلا 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 بكم من المغرب. وصلت البنات شحال دابا عندنا؟ 5 د العشيه. بنات 5 د العشيه اختكم مقلوبه مبوقة بالنعاس. نعاودش ليكم. جيت البنات الحمد لله فطرت وانا ضربه بواحد النعسه عالميه. تعيت راكم عارفين العيا ديال اللي دوزت تما ديال الرحيل الجميع السفر. الحمد لله جيت لعند ماما. شوفي اختي الشيب دا كينوض ليا عرفتي حتى ناضو واحد شحال وحده ناضو ليا هكاك على غفله مزيان. انا ما كنصبغش شعري وما تعرفين صبغو تاعي ما تعرفي تجيني في راسي راه 20 عام ما كنصبغوش 20 عام وشي حاجه. مهم جيت عند ماما في الزوينه حاجه ربيعه توحشناك. توحشناك كي دايره؟ شوف انا حوايجي ما بدلتهمش نعست كيف ما جيت. سلام السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم اش اخباركم؟ نشوفكم مع ساره يكون ساره نشوفكم يكون ساره ما نشوفكم. كي داير مع صحيحتكم لاباس عليكم بنياتي وصحاباتي كلشي لاباس الحمد لله. شكرا شكرا عليكم بزاف. شي كيسول عليك شكرا راك عزيزه عليهم. حتى انا عزازين عليا. ايوا بنات انا جيت الحمد لله لبلادي كيف ما كيقولوا كل واحد عقوبته لبلاده. والله الا ما قالوها حتى بصح ما كيقولوا شي مثال حتى كيكون فعلا بصح. الواحد عقوبته لبلادو. الظروف بعد مرات كتحكم كتخليك ديري شي اويلي ديري شي قرارات اللي ما كتكونيش كتفكري فيهم. الحياه هي هذه ما عندنا ما نديرو. وليداتي يلاه دابا عيطوا لي هضرت معاهم الحمد لله جاو مدرسه باهم كيطيب لهم. يا هاد الفيلا تبعت عندي تبنات يلاه تبنات الراجل خارج منها لا راه باقي كيكملوا فيها البنايه دايرين لها البلاكه البيع. زوينه الدنيا ولات هنايا تفنا والجو زوين اختي في المغرب عندكم راه تما واخا البرد والشتا. هاد السيمانه كاينه الشمس ولكن راه الكز كتحسي براسك كازه اختي. بلاد زوينه الجو زوين. حتى ملي جيت غير جايه في الطريق جاتني صاحبتي خديجه انا وماما مولات هاد الماركه عونيه سيكريت. يا هادي دابا نوريكم نعرفها عليك نعرفكم على هاد الماركه اكثر واكثر. هادي الماركه المعروفه الشهيره هذا زيت الورد الطبيعي عندها دي برودوي اش غنقول لكم ما شاء الله. هادو هما اللي كنستعمل زوينين. هذا السيروم مهم هي اللي جابتني قلت لكم يوم ماما هادو جايه في الطريق نقول ياه واش انا في المغرب ياه ما مطيقاش واخا كنشوف البلاكات بالعربيه وداك الشيء والاشارات ديال هنايا احساس زوين بصراحه الواحد كيرجع لبلادو. الله تغدينا فقط تغدينا ما انا ما كليتش كليت واحد السلطه ما عرفتش لكم حالتي اعتذر مشيت رجعتها كلها. جاتني التغليفه جاتني ما عرفت جاني العيا جاني كلشي ما بقاتش فكرش ديك شي مشكل شويه عاوتاني ناكلو. ايوا اختي شوفي صباحيه الدوزام يا خيتي صباحيه الدوزام. المهم بنات هذا هو الفيديو كيف ما قلت لكم في الاول فيديو دائما كنبدا لكم الفيديو في تركيا وكنكملوا لكم في المغرب. مرحبا بيا عندكم في المغرب مرحبا بيا وسط اهلي ووسط بلادي ووسط احبابي اللي خطيكم عليا على الدعوات الزوينين ديالكم. وتسناو مني الفيديو الجاي اللي غيكون مثير للجدل ماشي مثير للجدل غيكون واحد الفيديو زوين واحد الفيديو توضيحي بغيت نديرو لكم لانه من حقكم تعرفوا بزاف ديال الحاجات كيف ما كتسولوني. المهم غيكون واحد الفيديو اللي فيه معلومات بزاف بزاف على هذا الوضع كيفاش داير على هذا. المهم ما عرفتش نهضر وتهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف. تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. وفيها النعاس فيك النعاس عيان بس سيدي بحال لبست
عيانة مع الرحيل. ايه الرحيل، انا غنقول لكم الفيديو الجاي شمن الرحيل. يلا تسنوا الفيديو الجاي حتى الغدا ان شاء الله.